المشروع هذا فيه معناها رصيد عقاري يقارب الألف هكتار من الأرض، لكن تشوف فيها في السبقة مستنقعات وملح وكذا، هذيك في سنغافورة وفي هونغ كونغ وفي حتى في الخليج في دبي وفي غيرها تحولت إلى منشآت عليا وإلى مقرات نتاع شركات وإلى نزل وإلى صناعات تحويلية وإلى جامعات وإلى محطات الطاقة وقاع تحويلها وقاع تهيئتها، وما هيش أكثر خطورة أو أصعب من وقاع في بحيرة نتاع تونس. أنا نشوف تونس البحيرة واحد والبحيرة اثنين وتونسي معناها مول، وهي ثم بحيرة جديدة توا بحيرة صفر تقريبا وسط تونس العاصمة يهيئوا فيها الكل. يعني هو هذا أول اجتماع تحسيسي بالنسبة لأهالي جرجيس ولاية مدنين حول المشروع اللي وقع توقيع مذكرة تفاهم أولية في شأنه في قمة بيكين الأخيرة، القمة الإفريقية الصينية من قبل السيد رئيس الحكومة. والمشروع معناه فيها بعد استراتيجي مهم، لأن فيها معناها مكون من مجموعة من الأجزاء متعلقة بإقامة مدينة صناعية تجارية جديدة وتوسيع ميناء جرجيس وربطها بمعناها السكة الحديدية من جابس إلى مدينة ثم إلى جرجيس، والجسر ما بين أجيم وبغرارة معناها جرف، وهذا معناه في إطار وجود مطار ومطار جربة، وفي إطار وجود المعبر الحدودي راس جدير والمنطقة اللوجستيكية ببن قردان. يعني ستكون منطقة اقتصادية ضخمة للاستثمار المستقبلي. في الإطار هذايا الاجتماع هذا الذي نظمته حركة الشعب يأتي في إطار التحسيس بأهمية هذا المشروع من ناحية، وفي إطار التوعية والحذر لكي لا يقع الالتفاف عليه من طرف معناها بعض اللوبيات الفساد اللي تقوم على اساس جهوي، لان المقومات المشروع غير متوفره الا في الجنوب التونسي في ولايه مدنين بالذات، باعتبار انه يرتبط براس جدير ويرتبط بالمطار ويرتبط بليبيا بطرابلس ويرتبط بالجزائر بالصحراء الافريقيه. هو مشروع معناها يمكن نقول على المستوى الجغرافي السياسي والاقتصادي هو مشروع اقليمي مهم جدا. هذا المشروع اذا كتب له النجاح ربما يحد من نزيف الهجرة السرية ومعناها يوفر فرص أمام التشغيل وأمام التنمية، ليس لأبناء ولاية مدنية ككل فقط ولكن لأبناء ولاية الجنوب وربما تونس ككل. هو أولا يجب أن ننبه أن المشروع هذا يوقع عرقلة من طرف بعض الوزراء النقل والتجهيز ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، وحتى بالنسبة لوزير التنمية اللي الآن يضع هذا المشروع في مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في المؤتمر الأخير الذي انعقد مدة يومين أشرف عليه السيد رئيس الحكومة. ولكن يجب أن ننوه أن هناك مجموعة من التنسيقيات في جرجيس ومدنين وجربة وبن قردان وفي باريس اشتغلت بجدية، بالإضافة إلى شغلنا اللي قمنا به في البرلمان، بالإضافة إلى تنسيقية باريس، بالإضافة إلى الدور اللي قام به وزير أملاك الدولة السيد مبروك كورشيد، وفي الأخير اقتلع السيد رئيس الحكومة مشكور بأن تبنى هذا المشروع ووقع عليه، ونرجو أن تكون مذكرة التفاهم خطوة أولية ويقع إنجاز دراسات في 6 أشهر لنمر إلى مرحلة الاستثمار الحقيقي، وهو أن تكون هذه الشركة التي تبنت الاستثمار المجاني أن تكون هي من يقوم بالمشروع، باعتبار أنها شركة ضخمة ومعناها تقوم بمشاريع ضخمة في إفريقيا وفي أوروبا، السكك الحديدية والجسور والمدن والمصانع والصناعات التحويلية والمخازن التجارية كلها تقوم بها هذه الشركة. نتمنى أن تكون هي في إطار معناها ضرب الاحتكار، وفي إطار أن تكون شركة جادة شركة مع الدولة التونسية، ولا نجد شركة أكثر جدية من هذه الشركة لتولي هذا المشروع. هذا دور المجتمع المدني، دور الأحزاب السياسية، دورنا جميعا في أن نتصدى لأي مشروع معادي للبيئة. نحن لن نقبل بمشروع ملوث على شكل الصناعات الكيميائية الموجودة في قفصة وموجودة في جابس والموجودة في صفاقس. هذا دورنا نحن. نحن نقول أن المشروع يجب أن يكون مشروع فيه صناعات تحويلية صديقة للبيئة، ويجب أن تكون قوى المجتمع المدني والقوى السياسية والأحزاب منتبهة وحذرة تجاه أي مشروع مضاد للبيئة. سنتصدى له، ولكن في إطار التنمية نحن ننتظر ما ستفضي إليه الدراسات وما سيقترح من إنشاء من مصانع ومن صناعات تحويلية ومن مخازن ومن خدمات سياحية ومن مسائل تتعلق بالطاقة وبتحلية المياه وغير هذا كله. سننتظر الدراسات ما ستسفر عليه.
طبعا وزير مبروك رشيد باعتبار انه هو مكلف في الحكومه بمشاريع التنميه في ولايه مدنين لعب دور كبير في هذا الموضوع في الاتصال بالجانب الصيني وبالشركه الصينيه وحتى بسفير الصين في تونس وتنظيم عده لقاءات في هذا الموضوع وتسهيل معناها هذا الموضوع ليتحول معناها من المشاريع التي تبناها رئيس الحكومه في زيارته الاخيره للصين بالاضافه يعني في مستوى وزاره الخارجيه كذلك وقع تبني هذا المشروع من قبل وزارة الخارجية في إطار دخول تونس لطريق الحرير والحزام لأن عن طريق هذا المشروع أدرجت تونس ضمن طريق الحرير والحزام الصيني الذي هو مشروع ضخم داخل فيه مصر وداخل فيه الجزائر داخل فيه أثيوبيا داخل فيه إسبانيا وإيطاليا داخل فيه العديد من الدول وبحجم استثمارات معناه خيالي بمئات المليارات وربما آلاف المليارات من الدولارات. ولاية مدنين لها دور إيجابي في هذا الموضوع والسيد ولي مدنين كان سهل عمل معناها الشركة الصينية عندما جاءت لزيارة المنطقة وقامت بالمعاينة لأماكن هذه المشاريع هذا يجب أن معناها نثني عليه ونشكر السيد ولي مدنين نشكر كل من ساهم الواقع في توفير فرصة لهذا المشروع كي يرى النور ولكن بالمقابل نقول للذين عرقلوا هذا المشروع يجب أن يرفعوا أيديهم والآن المشروع تقدم وأصبح معناها ضمن المشاريع الكبرى المبرمجة لتونس ويجب تسهيل معناها أمام هذه الشركة الخطوات القادمة لتنجز هذا المشروع. خلونا الكلمة الأخيرة تختم بها. الكلمة الأخيرة هو أن هذا المشروع ندافع عليه أولا لأنه مشروع وطني قبل كل شيء. قبل أن يكون مشروع يتعلق بولاية مدنين وأنا كنائب على ولاية مدنين هو مشروع وطني سيفتح آفاق كبيرة أمام تونس وهذه الآفاق ستكون واعدة لأنه يرتبط بمعطيات جيو اقتصادية وسياسية بالمغرب العربي ككل وبإفريقيا وعمقها الصحراوي ولا أعتقد أن الصينيين عندما اختاروا ولاية مدنين لتنفيذ هذا المشروع يعني اعتباطا أو موقع من موقع الصدفة لأنهم قاموا بدراسات ويعرفون الجدوى الاقتصادية والجدوى الجيو استراتيجية لهذا المشروع لذلك اختاروه وبالتالي يجب أن نعمل جميعا على إنجاح هذا المشروع.